عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في قوله سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين. هي ويل يعني ولي علامته، أي باللغة الشعبية، بلغة القرآن وادي في جهنم للمكذبين. رجع الكراسي محلاتهم، مطرح ما جبتون رجعوهم، وعدوا على الأرض. لا في مرض ولا في شيء، بس نعمل على الكرسي شو ظهرنا، بس سمحنا للمريضة صار كلنا بدنا نعود على الكراسي، ما عاد في عائل ابنوب. كيف يهدي الكذب إلى الفجور؟ من كان الكذب خلقا له أصيلا فيه هان عليه أن ينكر الحق ويدعي كذبا خلاف الحق. هذه الأمور لها بداية، ولها نهاية، البداية على الشباب حكم عليه بالمشنى، قالوا له انت ميت ميت، شو بتشتهي لنجيب لك؟ قال انا مشتهي شوف امي. جابوا له أمه، قال له: ماما، آخر لحظة بحياتي بدي بوسك من لسانك. مدد له لسانه وقام عضه وقطعه. ليش هيك سويت؟ قال: لأنه هذا الذي أوصلني إلى المشنى.
جبلة بيضة. ماما منين جبتها؟ ألا فتحت أنت مع جيراننا لقيت بيضة جبتها. قال له روح دور بركي بتلاقي واحدة ثانية. فكانت الأم مفتاح له حتى تعلم، استرق وانمسك بسرقة كبيرة فحكم عليه بالمشنقة. فقال لسان أمي الذي أوصلني إلى المشنقة، لذلك بدي أقطع ليابسا ما يرمي غيري. فسهل على الإنسان الكذب هو استجابة لأهواء نفسه وتلبية لشهواته ورغباته. الله قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة، إمتى القيامة بتقوم؟ فأجى جواب، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني إذا أنت ما حكيت نحن نعلم الحقيقة ونجازيك على حقيقتك. يريد الإنسان أن يكذب في أمور الدنيا حتى بالبعث ليبجر مدى عمره فيعتبر أنا لا موجب للإيمان والتقوى لو لم يكن هناك بعث للحساب والجزاء. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا قال نعم. فقيل أيكون المؤمن بخيلا قال نعم. أيكون المؤمن كذابا قال لا. لا يلتقيان في مؤمن كذب وإيمان. إذن المعتاد على الكذب يكذب بقدر نقص إيمانه، والذي كمل إيمانه لا يمكن أن يمر عليه كذبة.
الذي كمل إيمانه لا يمكن أن يمر عليه كذبة. صغيرة، لا صغيرة ولا كبيرة ولا بيضاء ولا زرقاء ولا سوداء. أيكون المؤمن كذابا؟ لا، لا ورب الكعبة. مؤمن ويكذب؟ هذا بيصير؟ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. يعني مر علي شغلي أنا مالي منتبه لها بالماضي. إيمان وكذب لا يلتقيان. إذن الكذب خارج من الإيمان، والخارج من الإيمان هل هو مؤمن أو كافر؟ ما بعرف. الذي خرج من الإيمان وخرج الإيمان منه، لأن كذب وإيمان لا يلتقيان، فهل هو مؤمن أو كافر؟ أنتوا لحالكم فكروا فيها. إذا كان كافرا بالقرآن وكافرا بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يرجى منه؟ قد فافتراء الكذب وابتعاله عن إصرار وتعمد إنما يفعله الكذابون الذين لا يؤمنون. ويكون الكذب خيانة، رجل فات على البيت شاف في شيء مو طبيعي بالبيت، تعال شوف يا بنت الحلال، شوفي ما في شيء ابدا 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 ابدا. حط بمخيلته انه مرته عم تكذب عليه، قال رويدا حتى نكتشف. نادى لأحد أولاده قال له نادي لي لأخوك، قال له بابا أنت نادي له. إذا في خلاف بين الأخوة، بابا ليش ما أنت تنادي له؟ قال له بابا أنا ما عم حكي لك. قال روح نادي له. احكوا لنا الأسباب ليش ما عم تحكوا مع بعضكم. الأم شو عم تعمل؟ عم تستر على الأولاد قدام أبوهن بشان أبوهن ما يصير عنده علم شو صار. وإذا اكتشف الأب الخلاف بين الأخوة، الأخ وأخوه بالبيت، قال لا تعال شوف
انت على علم، ليش عم تخبي عني؟ قلت له انا حمالي حابة ازعجك بالامور الطفيفة نحن منعالجها لحالنا. الا انا اب البيت، فاذا انت عم تخبي عني بعض الامور معناها عم تخبي عني امور اكبر من هيك بكتير. بكل هدوء يا بنت الحلال ضبط بغراضك وروحي لبيت اهلك، عديلك شهرين ثلاثه لتتعلمي ما تخبي عني صغيره ولا كبيره، بعدين ترجعي. خلاص توبه، ما عاد عيدها، بتروحي لبيت اهلك مشان اهلك يعرفوا شو مربين. مربين المرأة تخالف زوجها ما تسأل عنه. دتلت الأمر، راحت لبيت أهلها، بعت لها ورقة الطلاق، ما في شيء. قال هاللي بتخبي عني الصغيرة بتخبي عني الكبيرة، وإذا مرة عندي ببيتي بدها تخبي عني ليش حياتها معي؟ أنا بدي مرة تكون صريحة تحكي لي شو بيصير لك ونعاونها. أنا طالما هي عم تستر على أولادها معناها هذه الأم التي تريد أن تدمر حياة أولادها من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. هاللقطة هي كام وحدة بيناتكم وحانة فيها؟ كل وحدة منكم تناوى على حالها قديش مخبي على زوجها، واللي بتخبي عنه الصغيرة بتخبي عنه الكبيرة. لذلك المرأة في الحياة يجب أن تكون صريحة مع زوجها، وليكن هو على علم. أحد الشباب خطب، يلي خطبها بعتت له خبر مع ابن جيرانها انه انا بجسمي في عيب كيت 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 كيت، لا بكره تتفاجأ وتقول لو كنت عرفان ما كنت اخذتها. انا عم بحكي لك شو في بجسمي عيوب. محتاجة لعملية والعملية ما نجحت واللحم مكرنش وملزع على بعضه، بعت جواب مع ابن الجيران. شو توقع؟ انه ما بدها اياه. قال اذا هي ما بدها اياني بدي انا اخذها غصبا عنها. قال له لابن الجيران انا رضيت بكل ما فيها على ما هي عليه. وإذ صار العرس كانت حريصة كل الحرص ما يشوف ظهره. شعر انه هي عم يدير وشها عليه، شلون ما بدها
لحتى ما اشوف ظهرها. حط ايديه على كتفاه عمله هيك فتلا صار ظهره قدامه فشاف ظهر الحقيقة. فبوس من ظهره المكان يلي ما بينتظر اللحم مصرم مجعلك مجعود. قال لا أنا راضي فيك حتى واحد من اثنين، يا بموت يا بتموتي. قلت شلون أنت راضي بهالمنظر؟ قال لا يكفيني أنك صادقة وحكيتي لي هالموضوع عن طريق ابن الجيران، أنا كانوا بالعصور الماضية خطيب ما بيحكي مع خطيبته إلا ليلة العرس ولا بيشوفها إلا ليلة العرس. اليوم بدأ يشوفها ويشوف شعرها ويشوف إيديها ويشوف رجليها، بعدين بقول ما بدي. بيجي واحد بيقول له والله أنا خطبت فلان، بيقول له أوعك يا كيت 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 كيت، لك انت امين، انت نظرت بامانه تروح تنقل الخبر لغيرك؟ هذا عم يصير اليوم لما ما عم يصير، عم يصير اكثر من هيك. ليش ما قبلت فيه؟ جكارة فيها ما بيخلي حدا ياخدها، بيحكي كذب وابتراء ما كان وما لا يكون. إنما يفعل الكذابون الذين لا يؤمنون، إيمان وكذب لا يلتقيان، ويكون الكذب خيانة حينما تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب. واحدة عم تحكي قدام رفيقتها انه خطبني فلان، اوعيك هذا صار خاطب 50 وحدة ولا وحدة عم تقبل فيه، هذا الكلام لا أصل له. بس هي قالت له اوعيك مشان هي تاخذه لحالها. هذا عم يصير ولا ما عم يصير؟ وهذا نوع من الكذب. يقول عليه الصلاة والسلام كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. هل بيصير بين الرضا؟ تلعب مع رفيقتها تاخذها مشوار من شان تعرجيها لرفيقها، عم يصير ولا ما عم يصير؟ الإيمان اليوم صار نادر، وأهل الإيمان أندر من النوادر. نحن منظن أنه كل المحجبات
هذول إيمان، فالإمام حجبات ما في إيمان. والله أنا أرى من غير المحجبات الإيمان والورع والتقوى والصلاح أكثر من المحجبات. الحجاب عدم، هذا شيء بسيط. إذا انكشف الحجاب الضمني، الحجاب حجاب الرأس شغلة بسيطة، الحجاب الضمني إذا حطينا الحجاب على رأسنا وكشفنا الحجاب الضمني وكان الضمين كذب وغيبة تجر على الآخرين، ما عاد في قيمة للحجاب على الرأس. لكن إذا التقى الحجاب مع الحجاب الضمني، الحجاب الضمني ما تحكي على مخلوق على سطح الأرض، لا صغير ولا كبير ولا مهما كان شأنه، هذا الحجاب الضمني. كون حجب جوا، مو بس ننغر بحالنا انه حطينا على راسنا ونكذب، حطينا على راسنا ونغتاب، حطينا على راسنا ونغش. الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ما في صورة شكل وحقيقة شيء آخر. وقد جعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جعله من قبيل الخيانة بأن سامعه استأمنه على فكره، ومواطن المعرفة ليجعل فيها الصدق، وطلع الحقيقة كذب فاستغل به هذا الاستئمان فأخبره بالأكاذيب. الطالبات بالجامعات تيجي طالبة بتحط إيدها بإيدك وتحيلك بكلام، بعد دقائق تكتشفي أنها كاذبة بكل ما قالت. عندك جرأة مرة تانية تربيها وانت شايفتيها كاذبة؟ نعم. إذا كنت مثل حكايتها، إذا كنت على نفس النهج فأنت بترافقيها على كذبها. أما إذا كنت مؤمنة بترافقيها على كذبها بعد ما عرفت كذابة. لذلك وصفوا أهل الإيمان كالنحلة لا تخب إلا على الزهرة وتتنقل من زهرة إلى زهرة، لا تكوني كالذبابة تقفين على الأقدار وتنخلين الأقدار. وكل إنسانة تنخل الأقدار هي كالذبابة، والتي تنخل الخير هي كالنحلة.
جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيانة، لأن سامعه استأمنه على فكره ومواطن المعرفة ليجعل فيها الصدق، فطلع فيها الكذب، فأخبره بالأكاذيب زعما له أنه صدق، فكان عمله خيانة كبيرة. ومن الكذب أن يحدث الإنسان بكل ما سمع. الله يرحم أمي، أتي ماما ادعي الله يجعل لك رقبتك طويلة أطول من رقبة الجمل. ماما والله ما حلوة هيك رقبة طويلة. أدي ماما عشان قبل ما تحكي الكلمة تحطها بخمسين ميزان، مو تسرع. سمعنا الكلمة نعمل طبل زمر، تعالوا شوفوا شو سمعنا. قبل ما تحكي الكلمة حطها بخمسين ميزان حتى ما تطلع الكلمة فيها نقص. ومن الكذب أن يحدث الإنسان بكل ما سمع. جاني خبر على الواتساب، إنه فلان مسكين احترق محله، عم يجمعوا له لحتى يأمن يرجع يأمن المحل. أنا قريت الخبر بس ما حكيته لإنسان. أنا قاعد بالبيت الموصوف بالمكان الفلاني، اتصلت بجماعة في المكان نفسه، قلت لهم في محل فلان، قال ايه موجود هو قاعد بالمحل، في شيء عنده بالمحل؟ قال ابدا. بنا حاطين واللي بيجمع له الجهة الفلانية، قاعدين عم ينتظروا ما اللي بيحب يدفع له شيء. ما صدقت، رحت على المنطقة شفت فلان سلمت عليه، قريته الخبر، اللي موتوني وحرقوني محلي مشان يبتزوا الأموال من وراء ظهري. اللي شو الطريقة لكذب الخبر؟ قلت له إذا كتبت خبر مثل حكايته إنه هذا الكلام كذب، يلي بيقرأ بيعرف أن الجماعة بيكذبوا، إذا عرفهم بيعرفوا كذابين. قال لي وما يدريك أنه هاي بتنطوى وهذيك بتظهر؟ قلت له أنت أدرى بمصلحتك، بس أنا بلغني خبر عنك، حبيت أنا أوصل لك الخبر. عم يصير هيك وأكثر من هيك. يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
ومن أنواع الكذب الكذب لإضحاك الناس، رفقاته 4-5 بده يضحكهم يحكي لهم كذبة مشان يضحكوا. يقول عليه الصلاة والسلام: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له ويل له. مين هيك عم يقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني باللغة الشعبية، ولي على قامته ولي على طوله ولي على عرضه، عين تطروح ما تزلو، هاي باللغة الشعبية. باللغة العلمية له واد في جهنم سيصل إليه. ومن أشنع صور الكذب الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الافتراء في الدين وتلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى، هذول الله حك عنهم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم الله بيدل على طريق الصواب أو بيدل على طريق المعوج؟ لكن من صفات الله عز وجل بيصبر على المسيء مرة تنتين ثلاثة أربعة، بيكشف البرداية بيحطه بالمقلاية. لقد أعد الله تعالى الوعيد للكاذبين إلا في 3 خصال. يا أيها الناس، ما يحملكم أن تتتابعوا على الكذب كتتابع الفراش أو الفراش في النار؟ الكذب كله على ابن آدم حرام إلا في 3: رجل كذب على امرأته ليرضيها، طلبت المرأة المستحيل، تكرمي على عيني، متى الله أكرمني وبعث لي دفعة ابشري لجيب لك سوارة. هو صادق فيما يقول، لكن لا يملك الآن وعد وهو صادق في وعده. أحد الأشخاص رضاها، قلت له شرط، إذا إجاك تشتري لي سوارة. قال له من عيوني، أرضوا بالبيت عاشوا مع بعضهم. ثاني يوم بيجي إنسان لعن الرجل، بيقول أنا زوجتي ماتت
والسوارة من ذهباتها. أنا اليوم شفت من المنام إني جايب لك سوارة إلك، فأنا جايب لك ياها تلبس على مرتك. أخذ السوارة فكر يبيعها ويبحث يحرس ماله، قال لكن والله أنا وعدتها وهي الرزقة الله جابها إلها، شلون أنا بدي بحث يحرس مالي وإكذب عليها؟ لا، بيأخذ لها عشية إجا على البيت، قال لها يا بنت حلال شو السوارة اللي انت بدك ياها منشان انا دور لك عليها؟ قالت له ليجيك، قال لها الله بيبعث. عطته صفات، بدي اياها بصفات كيت كيت كيت، ما دي له لجيبته، قال لها هي اللي بدك، قال والله هي اللي انا بدي اياها. قال لها ايه مبروك عليكي. قلت ما اشتغلت شيء ولا اجاك شيء، منين اجيت؟ قال لها انا وعدتك وصدقت بوعدي والله ساقها اليك. حكى لها القصه، قلت بس يا رجال لا تكون اي صاحبته ما زيد وصاحبته ما لا رضياني، وانا احملها ومسين معي شيء. الا اجت من بابا الله اليك، حطيها وعلى مسؤوليتي. حطت السواره، بعد 4-5 سنين بحبح الزلمة، قلت بدي بدلها. الله تكرمي انزلي على السوق شوفي اللي بدك اياها. دمنت السوارة، طلعت السوارة حقها 150 ليرة. قلت أنا شبت سوارة حقها 150 ليرة. قال لي هي 150 ليرة، روحي خديها. قلت أنا راح أتصدق فيهن وخلي سوارة بإيدي واطمئن إني أنا دفعت حقها. شو الرجال شو المرأة، إذا صدق الرجل تأتيه الصادقة، وإذا صدقت يأتيها الصادق، وإذا كان هي متعمل لف ودوران بيجيها واحد بيعرف بيدور. أنا حضرت حفلة لشخص عنده محل محرز وعنده بيت، والرجل عم يشتغل وعنده دخل، ما لي فاهم شو الطبخه. انا حضرنا العرس، بعد شهرين من العرس طلعت حامل، بالشهر الثالث قال لها يا بنت حلال عدي لك كم يوم عند أهلك وأنا حابب روح زور أهلي. أربع خمس أيام ونرجع، بجي أنا باخذك من البيت. راحت
لبيت أهلها. ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، عشرة أيام، ما أجا أزم الله لروح البيت، مفتاح البيت معها، حطت المفتاح ما فتح، دعيت الباب، طلع لها رجل، قلت هذا بيتي، قال لها كان بزمانك بيتك، البيت أنا اشتريته من أصحابه، قلت له هو إلا زوجي إلا زوجك ماله شيء، حس هو إنه لحق وراه، اجى على البيت عشية، قال له سمعت إنه رحتي على البيت، قلت له إيه رحت على البيت، أنا البيت مو بيتي، أنا كنت مستأجر البيت أجار ثلاثة أشهر، خلصوا ثلاثة أشهر سلمته لأصحابه، قلت له بالسيارة، قال له كمان كنت أنا مستأجرها، رجعتها لأصحابها، عم تحكي دم أبوها، قلت له والدكان، قال له الدكان تبع أصحابها تمت لأصحابها، أنا ما أدري فيها شيء، ولا عندي مأوى أنام، صار لي كم يوم ملحوش في الشوارع، اجا ابوها قال له صهري ما انت قلت هي دكان لك؟ قال له عمي انا طلبت بنتك ما رضيت تعطيني، قلت لي ما بعطيها الا لواحد يكون عنده محل وعنده بيت وعنده دخل يعيشه، فانا اتفقت مع السمان إذا جيت لعنده يقول لك هذا المحل إلي، ورضيته بمبلغ، والبيت اللي أرجيتك يا كمان أنا استأجرته لمدة ثلاثة شهور، والسيارة أنا استأجرتها لمدة ثلاثة شهور، سددت الأجار ما صار معي شيء، وهذا وضعي، تقبلني شغلني عندك؟ شو بدك شغلني شغلني؟ ما بتقبلني بنتك عندك وانا بروح بنام بالشوارع، انا هي حاضره، وبعد ثلاثة اشهر عرفت شو اللي صار، أبو البنت شاورني، تدري الرأي مو إلك ولا إلي، قال لي لمين؟ تدري بدي أشوف بنتك، قال لي تفضل على البيت، رحنا على البيت، تعي يا شوف يا بنت، أنت شو رأيك؟ قالت يا عمي اللي عرفناه أحسن ما نعرف غيره، منحطه عنا ببيتنا كولدنا أولادنا، وما نفضح حالنا بين الناس والعالم إنه نحن التعب علينا، الأب عم يسمع، قلت له إن شاء الله خير، رحت أنا والأب، قلت له عمي بنتك بدها إياه،
خذه وشغله عندك اجير، وخلي عندك وخلي الطابق مستور، ما نكشف حالنا قدام الناس انه التعب علينا. وهيك كان اشتغل عند عمه بشرط ما بيقبض ولا ليرة، بيشتغل بياكل وبيشرب وبينام هو ومرته وولاده. حدا منكم مر عليه هيك نكته؟ انا عايشه. لذلك الكذب بابه كبير، بده يكون الانسان حذر من الكذب والكذابين. بده الإنسان يكون صادق حتى الله يجمعه بالصادقين. فكل منكم يحط حاله بالميزان، مين منكم ناوي أن يكون صادقا؟ فالله بيجمعك بالصادقين. واللي بيلف وبيدور الله بيجمعه بيهلي مثل حكايته. أبو البنت حكى لي كلمتين، قال لي كل اللي أنا مساوي بحياتي بالتجارة، الواحد بيحكي طويلة وقصيرة وزايدة وناقصة، أكلته بصواب واحد، لكن راح بعهدك انه ما عاد يطلع من تمي كذبي كل حياتي بعد الصواب اللي اكلوه. وزلمه بيت ومراه اولاد، بيت احمى واحسن هيك شو بده، واشتغل عندهم بقية حياته، والأب بعدين وثق فيه وسلم محله، وصار الصهر هو صاحب المحل، هو ومرته والبقايا كلهم صبوا تحت قيادته. الصدق لوين بيوصل؟ والكذب لوين بيوصل؟ عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ تظاهرت بأن يعطيني أشياء وهو واقع حاله لم يعطيني شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور وكذب، يكذب بهما على الناس أحدهما فوق الآخر. لباس الزور، في حدا منكم بيلبس لباس زور؟ أنا بعرف فيه وما بتخلى، ما
مانتو بشار حجاب كامل وتحت السواهي دواهي في كذب في غيبة في نميمة في غش كله موجود، لكن تحت ستار لباس الدين. أليس هذا ثوم كذب؟ يا ترى شايفين هيك زلمة انتو؟ أنا شايف. تلبس اللباس الكامل ولسانها مثل مقص سكافي ما بيقص إلا على نجاسة. الكلمة صغيرة بتحكيها مع بنتها بتقلها بالشين والراء وما بعدها. أنا شايف أمهات هيك. مع العلم إنه البنت ما بينحكى معها هيك، لكن الأم الجاهلة الحمقاء بتحكي أكثر من هيك. لا تنغروا بالحجاب وجود الحجاب. شيخ هذا الكلام ما مسمع لك فيه، يا بتجيب لنا دليل على ذلك أو بلا. لا يغرنك من المرء إزار فوق كعب الساق منه رفع، أو أثر في جبينه قد قلع. قد ما برص جبينه على الأرض صار هون في زبيبة قلعها. ولد الدرهم فانظر غيه أو ورع. حبصتوا المعدكم يا هون. لا يغرنك من المرء أثر في جبينه قد قلع، أو إزار فوق كعب الساق منه رفع. كانوا يتغاووا. الإيمان ما يكون المانطوع بتحط على الأرض. ما هذا الإيمان؟ ولا يكون فوق الركبة بشبر. العدالة، العدالة يكون ما يجب بالأرض. لا في كثير أنا بيناتكم بشوف أن المانطوع بتحط على الأرض. قال هذا دين، هذا ما له علاقة بالدين. هذا بيقش النجاسة بالشوارع. وإذا بتطلع الدرج بتشمر رح تطلع الدرج بين لحمها. خلي يكون الحجاب ضمني، ما تنغروا بظواهر الأمور. لا يغرنك من المرء أثر في جبينه قد خلع، ولا إيذار فوق كعب الساق منه رفع. ولد الدرهم فانظر غيأوا أو ورع. تلاقي الواحد يصلى على ديالة بس دينوني، وإذا دينوها ما معها تسدد. أنا دينت والله ما معي تسدد، شو أعمل بحالي؟ ثاني الأولى سامحناكي،
تعرفي حالك ما عندك وفاء لا تتديني، ما بتملكي الوفاء لا تتديني، اصبري الجوع ولا تقعي تحت الدين، ولا تكوني كاذبة بما تقولين. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، ومن أنواع الكذب. اليوم بحثكم بالكذب، ويل يومئذ للمكذبين. الخداع والاحتيال وعليه بتعرف شب تتبه هي وياه بيعطيها شو بدها، بتفوت على البنات انا رايح خايف اروح لحالي حابة اخذك معي، اترافقنا وياك نروح المشوار، بتاخذها توصلها لعند الشب بتتركها وبتمشي. ابي يصير ولا ما عم يصير؟ هذا خداع، والخداع من انواع الكذب. والاحتيال انا بعرف 10 كل يوم بروح لعند وحده من 10 بتدخل عليها تديني، بجمع من 10 بنروح اشتكوا علي ما يعطيكم. اخذت من 10 كل وحده 10 صار معها 100، هي اخذت 100 صاحبه 10 اذا بدها تشتكي يعني المحامي بياخذ اكثر من هيك. اجتمعت في انسان قدرت توكل محامي، لك يا بنت الحلال بدك تدفعي اكثر من المبلغ 10 مرات لحتى تحصلي الدعوه، قلت بحط اكثر منها 50 مرة بس اشتكي عليها وزلها لانه لعبت علي. الكذب والخداع. وقد يكون سبب ذلك تحقيق مصالح شخصية أو إفساد ذات البين أو غير ذلك، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النوع من الكذب حيث قال: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر. شايفين حدا هيك ولا أنا بحكي كلام ما له محل؟ حدا منكم شايف حدا ذي الوجهين؟ بوشك شكل وبأفاك شكل، بوشك حبيبي وعين وبأفاك بحكي عليك، في هيك شيء؟ مارق معكم؟ ومن أنواع الكذب الكذب في الرؤيا، فبعض الناس يروي كذبا أنه رأى في المنام رؤيا، وذلك محرم في الإسلام لأنه كذب على الله عز وجل. أنسة من الأنسات
قالت انه في بنت عندها شافت النبي عليه الصلاة والسلام. مراتها راحت، بعدين صاروا 20-30 واحدة شايفين النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لها ابعتيلي اياهن لأبحثهن. الأنسي على بركتها على سجاجتها بعثتهم على أساس أنه شافوا النبي. والصادق صعب عليه يكذب غيره، والكاذب صعب عليه يصدق غيره. فيبدو الأنسي من صدقها تأثرت فيهم. فأنا جمعتهم سألتهم، ولا واحدة أعطتني جواب صحيح. السؤال، احكي لي شو صورته عليه الصلاة والسلام، ولا واحدة أعطتني جواب صحيح. فأدركت أنا جالب يا كذب. فرميت فتاشي، قلت لهم مين أول وحدة شافت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فلاني. قال لعل فلاني الآن في حبتها ضمتها وباتتها من رأسها. قال إيه والله. إن الغلط من الأنسي، شلون عانتها وبوستها؟ صار كله جابوا النبي جات عنه تبوزون، وكل الكذابات ولا واحدة صادقة، لا الأولى ولا الأخرانية. الأولى كشفتها، قال ليش هيك ساويتي؟ قال أنا مالي قيمة عند الأنسي، بتحب الكل وأنا مسالي عني، فعملت هي عشان تصير تحبني. تكذب وتعلم أنها تكذب. وهذا منام ولا يخضع؟ في كثير بيكذبوا بالمنام، انه انا جبت كيت 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 كيت، كلام فاضي. لذلك انا المنام عندي ما له اي قيم ولا اي وزن. منام منام، والمنام لصاحبه وسلام عليكم. قال والرؤيا الصادقه، ورؤيا الصالحين والمؤمنين، فهي تعد جزءا من 46 جزءا من أجزاء النبوة، فلا يحق لأحد أن يتأولها وهو لم يراها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن من افترى الفرى أن يري عينه ما لم ترى، أن يقول رأيت كذا وكذا في منامي وهو لم يرى ذلك. فليتبوأ مقعده من النار. وما أكثرهم اللي بيكذبوا غيرة وحسد، بس شوفونا انه نحنا منشوف. الحمد لله انا ما بشوف منامات،
وإذا جبت منام بطوي بتاعته ولا بسمع لحدا. واللي بيتبجحوا بالمنام ظن منه أنه المنام بيرقيهن. إذا المنام شفتي النبي عليه الصلاة والسلام صلاتك بتوكي توقفي بالصلاة مثل مروحة، لا تعي ماذا تقرأين ولا تفهمي من ولا يفهم من قراءتك شيء. وين صبي الدين؟ الدين صار برداية، انه نحن قاعدين ورا البرداية ما حدا شايفنا. لا، الدين مكشوف للصغير والكبير، والكذب لابد ان يكشف ان لم يكن عاجلا فآجلا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي، وكلام نبي فوزي ورشادي.